إن أردتم مشورتي لا طاقة للوزير بذلك، ففي هذا يا سيدي مكمن من مكامن الخطر. وما الخطر في ذلك؟ يا سيدي لا طاقة لنا بتحمل تبعات رفع الخراج، فالعامة تشكو من غلاء ثمن الحبوب والمؤن، وبات الحرفيون والعمال في ضيق وبؤس، حتى استمالهم أي واعظ أو صاحب مظلمة فالتفوا حوله وأظهروا التعاطف معه وأضمروا السخط. لقد نشط الدعاة وأصحاب المواعظ ووجدوا في أسواق الحرفيين والمهن كقطيعة أم جعفر آذانا صاغية. ومن ينشط من الدعاة في قطيعة أم جعفر؟ الحلاج. يكثر الحلاج في الآونة الأخيرة ارتياد قطيعة أم جعفر فيقوم فيها واعظا، وقد تكاثر حوله عامة الناس فضلا عن مريديه وأتباعه من الحلاجيين، وخطابه يؤثر فيهم. وهل في مواعظه ما يؤلب العامة على المقتدر أو يثير الفتن؟ في ظاهرها لا، لكنه بات عظيم الشأن بين العامة شديد التأثير فيهم، حتى إنهم يبكون لبكائه. وهناك في مواعظه أحيانا ما يصعب فهمه من كلمات ومعان أنا لا أدري فحواها. يصعب على الوزير تدبر أمر بيت مال العامة، فهو بحاجة إلى المزيد من المال دون زيادة الخراج والضرائب، لهذا بعث لي استفهم الأمر. أما في شأن الواعظ الذي على شأنه وعظم تأثيره فلا بد من إيجاد وسيلة تحط من قدره وتنال من منزلته بين العامة. ألم يرفع أمره إلى القاضي بتهمة الحلولية والغلو؟ بلى، لكن القاضي أبا العباس بن سريج قد برأه وحكم بصلاح حاله. هذه هي دار الوزارة، سأنتظرك هنا. احترس أيها الولد، إياك أن تترجل. سيدي، ما خطبك؟ الجارية التي تطلب رؤيتك. قلت لك اصرفها. لكنها تنتظر منذ ساعات وترفض الانصراف. خذ، أعطيها هذه ودعها تذهب. لا تبدو صاحبة حاجة. ماذا تريد إذا؟ تقول إنها تريد الحديث إليك في مسألة هامة. ما هيئتها؟ بالغة الحسن، لباسها فاخر. دعها تدخل. أبا القاسم، ألك حاجة؟ أجل، إذا مت فغسلني وكفني وصلي علي. وحاجة أخرى، نقيم وليمة لأصحابنا، فإذا رجعوا من الجنازة
عادوا إلى ذلك كي لا يطالهم التشتيت. والله لأن فقدنا هاتين العينين اجتمع منا اثنان أبدا. وأوصي أيضا يدفن كل ما هو منسوب إلي من مخطوطات وعلم. أبا القاسم، ولما ذلك؟ أحببت ألا يراني الله تعالى وقد تركت شيئا منسوبا إليه وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. يا أبا القاسم، إلى من نعقد الأمر من بعدك؟ إلى أبي محمد الجريري يعقد الأمر من بعدي في الحلقة وشؤون الرباط. يبدو لي أن الجلوس في السجن قد راق لك. ليس هو ما راق لي، بل أنت. تعجبك الدمى المتعثرة قليلة البأس. تصفين نفسك بالدمية؟ أما زلت تريدين البقاء في هذا السجن؟ نعم، هنا أكثر الأماكن أماناً. هذا سيبقيني وإخوتي أحياء حتى لو كان لهم عيون في القصر. عيون في القصر؟ يا يا يخالجني شعور بأنك صادقة. إياك أن تحدثي أحداً بما حدثتني به فلن يصدقوك. يكفيني أن تصدقني، لا أطلب أكثر من هذا. لست جاهلاً بابتلاء السجن، فقد خبرته من قبل. كنا طيلة سنوات سجناء بيت محمد بن الظاهر، والدتي وأنا. سجناء؟ وما السبب؟ في تدابير السلطان وشؤون الحكم لا يلزمك سبب حتى توضع قيد الأسر. لكن من دبر لكم هذا؟ لا يعقل أن تسجنا دون تدبير أيضا. كان نزالا بين جاريتين على قلب أبي المعتضد بالله. فازت الأولى بقلبه وخلع على الثانية لقب شغب ورماها في بيت محمد بن الظاهر حيث احتجزت مع ولدها هناك. هو يقوى أب على سجن ولده. لا أعلم إن كنت تعرفين شيئا عن أبي المعتضد بالله وحده. كان والدي ظاهر الجبروت شديد الوطأة حازما، إذ غضب على أحدهم أمر برميه بحفرة وردمها عليه. وهل تشبهه أنت في هذا؟ لا.
أسائل نفسي، ماذا يا سافو؟ ماذا بمقدورك أن تمنحي لمن تمتلك كل شيء كأفروديت؟ وأجيبها، سأحرق قربانا من عظام الفخذ المكسوة بالدهن لعنزة البيضاء على مصلاها. لم تعجبك؟ بدا أعجبتني. ما بالك؟ لا شيء. أعلم ما يشغل فكرك. ماذا؟ تبدل المصائر على هذا النحو يصيب صاحبها بالوجوم، هكذا كما جرى الليلة معك. جيء بي من بيت محمد بن الظاهر إلى هذا القصر. ألم تراودك رغبة في القصاص؟ القصاص؟ ممن؟ نفسي مثقلة، تعبة من الكيد والخصومة، النفوس المثقلة تنزع إلى المغفرة. ماذا قال؟ طلب مني أن أحضر له ما أثبت به ادعائي. وهل أدهشه ما سردته على مسامعه من قصص؟ نعم قليلا. أسألك، جارية من؟ لم يكترث لأمري ولم يسمح لي بمقابلته إلا بعد عناء وانتظار طويل. ابن الفرات الوزير اللعين، ذلك المرتاب الحذر، لم ينطلي عليه الأمر إذا. أخشى يا جيجك أنك لم تبذلي جهدا في إغوائه. بل بذلت، لكنه لم يقع في حبائلي، بل وقع كاتبه. تبعني كاتبه بعد أن خرجت من دار الوزارة. وماذا أفعل بكاتب الوزير؟ ماذا عرض عليك كاتبه؟ خطب ودي وعرض علي المساعدة وأراد عقد موعد معي كي يستفهم فيه مسألتي ويساعدني في حلها عند الوزير. وهل عقدت معه موعدا؟ ليس بعد، خشيت أن تنهرني إن فعلت.
السيدة أم المقتدر بالله أطال الله بقاءها وسلامتها وأدام عزها وأتم نعمتها عليها وزاد في إحسانها من أبي الحسن بن الفرات، أعلمك بما تم تحصيله من خراج عن سواد العراق وضياعه. أتدري يا ابن جبير لما أطلق اسم السواد على ما يقع بين النهرين؟ لا علم لي أيها الوزير. لأن العرب لما جاءت هذه الأرض في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأشرقت عليها ونظرت في الأفق إلى ما هو مثل الليل من نخيل وشجر وزرع ومياه، قالت: ما هذا السواد؟ فسميت الأرض لذلك سوادا. سيدي، الجارية التي قابلتها بالأمس تدعي أنك طلبت منها العودة. دعها تنتظر أو تأتي في يوم آخر. نكمل، اقرأ لي آخر ما كتبت. أعلمك بما تم تحصيله من خراج عن سواد العراق وضياعه. نسيتك، رأيتك في المنام يا أبا محمد، وقد كنت قد مت. أطال الله في عمرك يا شيخ. تقول ماذا فعل الله لك؟ أقول لك رحمني. إذا طاشت العبارات وتلاشت الإشارات، ما ينفعني لولا تلك الركعتان اللتان صليتهما قبل الصبح. أريد أن أتوضأ. اجلس ونجلب لك ماء الوضوء إلى هنا. أنا سأجلب. كيف حالك يا هرثمة؟ بخير والحمد لله. دعاني أحد أعوانك يا صاحب الخبر، أبلغني أنك تريد رؤيتي. لا شيء يدعو للقلق، فقط أردت أن أتبادل معك أطراف الحديث وأن أعزيك في أبي بكر بن داود رحمه الله. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. ما قولك في الحلاج يا هرثمة؟ حلولي كافر، رميته بالكفر دون أن يرف لك جفن. لا حاجة لي بالتفكير والمراجعة، فقد رفع الإمام أبو بكر رحمه الله أمره إلى القضاء بتهمة الغلو والكفر، وبرأه القاضي ابن سريج، وما تزال نسخة من الدعوة معي. تحتفظ بنسخة منها؟ نعم. لكن يا هرثمة، تجتمع حول الحلاج جموع من عامة الناس وقد ظنوا به الصواب ونعتوه بالعلم والورع والتقوى. ما اجتمعوا حوله إلا لاشتغاله بالسحر، فاستمال بحيله
الحمقى وضعاف النفوس يضرب يده في الهواء فتسقط بين قدميه دراهم القدرة التي فتن العامة بها وبغيرها من الهيئة، وله من السحر والخوارق ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على بال بشر. يا أبا محمد، لا تأذن لأحد أن يسلك طريقنا إلا إذا كان كتاب الله بيمينه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على يساره، يدخل بهما لئلا يقع في يبهة الشبهة. القول كما قلت يا أبا القاسم. يا الله، أبو القاسم تفضل يا سيدي. اجلس. أمرك يا سيدي. أخبرني يا جوال، كيف انتظمت في مهن الشر على هذا النحو من الجدية والإخلاص؟ هل ابتهلت للحقد؟ كنت طيبا يا سيدي خلال سنين حياتي الأولى. طيبا نعم طيبا، واستمر بي الحال هكذا لسنوات كانت الحياة تمضي بسعادة، إلى أن اكتشفت أني ولدت شريرا ولم أعد أحتمل حياة من هذا القبيل. ألقيت نفسي بتصميم ودون عودة في مهن الشر وذقت لذائذها، وعلمت أن ما كان يمنعني عنه من قبل العدل بطابوره الطويل من العقوبات. إيه. ما أخبار سيدك؟ ليس كما يجب، لم نوفق بزيارتنا الأخيرة إلى السوق. هل تتلذذ بما تقوم به من عمل؟ أقصى ما تكون اللذة يا مولاي. سنقيم حفلا هذه الليلة، هل ستحضر؟
قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وألسنة بأسرار تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين، وترتع في رياض القدس طورا وتشرب من بحار العارفين، فأورثنا الشراب علوم غيب تشف على علوم الأقدمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تزوج المقتدر وخالته ما زالت تنتظر. تقدم كبير الحجاب نصر لخطبتك، لكنك قابلت ذلك بالرفض. نصر لا يعجبني. لكنك تحين له بعكس ذلك. لم أحي له بشيء، أنا ذات دماثة ومرح، ولا أقوى على أن أقابل طلب أحدهم بالرفض أو أوقع في نفسه الحرج. ربما لهذا ظن ما ظن. لأن لا توقعيه في الحرج، أوقعته في الحب. لم أعلم أنه غض سريع التأثر هكذا. كيف وصلت إلى هنا؟ أنا حرمي الجوار يا مولاتي. تأخرت؟ لا، قلتي مع الغياب. ما بك؟ لا شيء. هل سنتبادل أطراف الحديث هنا في السوق؟ لا أدري، كما تشاء. ثمة حانوت قريب. حانوت؟ لاستطاعة لي على الجلوس معك في الحوانيت. إن عاد سيدي من سفره وعلم بالأمر فستفتح علي أبواب جهنم. بيتي على بعد فرسخ أو أقل من هنا، نجلس وأستمع إلى شكواك وأتدبر لك الحل. بيته؟ رويته لك غيض من فيض. إن سردت عليك باقي قصتي ستأسى على حالي.
فتاة مثلي لا طاقة لها على حياة القيام، فكيف إذا كانت في منزل سيد كهذا؟ انظر آثار عنفه. هذه الكدمات تؤيد دعواك ضده، لا حق له في معاشرتك على هذا النحو. ليس هذا فحسب، أخجل أن أسرد لك ما يغصبني على فعله. هل سيغضبك إن عدلت عن رأيي ولم أرافقك إلى المنزل؟ نكمل حديثنا هنا ونحن نمشي في الأزقة. أصبحنا على بعد ذراع من البيت. أرجوك أعذرني، فأنت لا تعلم ما تركت قسوته على نفسي من أثر، جعلني لا أثق حتى بأقرب الناس إلي. لكن وجودنا هنا في الأزقة أشد خطرا، لربما رآك أحد من معارفه أو خدمه. لقد استأنست بالحديث إليك وأرغب في قضاء المزيد من الوقت معك، ولكن ما رأيك أن ترافقني أنت؟ فأنا أعيش في ملحق بجانب قصره لا يدخله أحد من أهل بيته. وكيف سندخل دون أن يرانا الخدم أو أي من أهل الدار؟ ثمة مدخل خاص لا يمر بباحة الدار ولا يلاحظه أحد. التبس علينا أمرك، وظننت مع عدد من تلامذة الإمام أنك ضللت، ولما بلغني ما أوصى به الإمام من توليتك إمام المذهب من بعده علمت أن تدبيرا ما قد خفي علينا. انتظر، انتظر وسترى في القادم من الأيام.